وللمزيد حول أوضاع المسلمين الإيغور والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الصينية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في شأن الإيغور محمود محمد، مستشار المؤتمر العالمي للإيغور. أهلا بك. عفوا. أهلا بك أستاذ محمود. عفوا، مستشار المؤتمر العالمي للإيغور أركين صديق يقول إن الصين تستخدم الإيغور لإجراء تجاربها على لقاحات كورونا، ما مدى صحة هذه التصريحات وكيف تصف أوضاع الإيغور المسلمين في الصين اليوم؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لهذا التصريح، يعني تصريح خطير جدا، وما يحصل في تركستان الشرقية في أرض الواقع يدل على أن الصينيين يمارسون شيئا من هذا القبيل، لأن الصين في ذروة انتشار الوباء قبل شهور، فيروس لم يكن منتشرا في تركستان الشرقية أصلا، إلا أعداد بسيطة جدا لم يصل إلى 50 فرد في تركستان الشرقية، ولكن منذ شهر تقريبا هم أعلنوا أن هناك انتشار للفيروس في تركستان الشرقية، ولذلك هم أغلقوا يعني منطقة تركستان ككل، وأصبح الناس في بيوتهم ولا يخرجون، وأصبح كل البيوت خاصة في مدن أورومتشي وغيرها من المدن الكبيرة في حجز تام، ولذلك الآن ما نستبعد أن الصينيين يفعلون تجارب يعني بالنسبة لفيروس لهؤلاء التركستانيين المحتجزين في أماكن مختلفة. طيب. بادعاء أن هناك انتشار للفيروس، رغم أن يعني أصلا مكان الانتشار في الداخل الصيني الآن تقريبا في حسب إعلان الصين أن الانتشار الوباء قد توقف في الداخل الصيني. طيب. أما في تركستان الشرقية وهم يعلنون كل يوم هناك مزيد من الانتشار بين أوساط التركستانيين. صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها عن أوضاع الإيغور تقول إن السلطات الصينية تحبس مسلمين إيغور بمنازلهم عنوة بذريعة مواجهة كورونا. عمليات إشاعة الحكومة في الصين أن المسلمين هم سبب كورونا، إلى أي مدى تلقى هذه الإشاعات قبولا لدى الصينيين؟ بالنسبة للشعب الصيني خصوصا، منذ سنوات طويلة الحكومة الصينية أو الاحتلال الصيني في وسائل الإعلام الصينية يشوه هذا الشعب بصراحة، يعني ليس بسبب الكورونا فقط، يعني منذ فترة طويلة هم يشوه هذا الشعب أنهم يعني شعب متخلفون ورجعيون وإرهابيون وانفصاليون، كل التهم الشنيعة في وسائل الإعلام الصينية ضد الشعب التركستاني، حتى يستطيع الحكومة الصينية تجميع الشعب الصيني ضد أهل تركستان وتبرير سياسة الصين في تركستان الشرقية، سياسة الإجرام والتطهير العرقي والثقافي والديني، جعلوا هذا الشعب في نظر الصينيين شعب يعني شعب متميز، شعب لا يحب الصينيين وشعب يكره الصينيين عموما، ولذلك الصينيون في كل سياسات الدولة الصينية التي تمارسها ضد الشعب التركستاني تؤيد سياسة الحكومة، حتى هناك بعض الفيديوهات انتشرت في الدول الغربية، هناك طلاب صينيون يدرسون في إيطاليا وغيرها من المدن، عندما يسألهم صحفيون أجانب كيف تنظرون إلى ما يمارس الصين من سياسة التطهير العرقي والثقافي للأويغور، هم يقولون نحن نؤيد ما يمارسه السلطات الصينية. طيب. في تركستان طيب. الشرقية. واشنطن تدرس اليوم وصف القمع الوحشي الذي تمارسه الصين على الإيغور بأنه إبادة جماعية، ما مدى تأثير اتخاذ مثل هكذا قرار على وتيرة القمع ضد مسلمي الإيغور فيما لو خرج لحيز التنفيذ؟ طبعا نحن نتمنى من كل الدول الكبرى من دول العالم الإسلامي أن يكون لهم موقف مماثل لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لا نريد أن نكون في مطرقة بين الصين وأمريكا، نحن شعب لنا الحرية أيضا في الحياة، لنا أن نعيش كإنسان في هذا الأرض، ولذلك نحن نؤيد
مثل هذه الإجراءات والتصريحات الصادرة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونحث الدول المختلفة وخاصة الدول الإسلامية والعربية أن يصحوا من نومهم العميق في اتجاه قضية تركستان الشرقية، لأن قضية تركستان الشرقية تمس الإسلام والمسلمين. يعني نحن مشكلتنا الآن مع الدول الإسلامية أن الدول الإسلامية في المحافل الدولية تقف مع الجانب الصيني وتؤيد إجراءات الصين في تركستان الشرقية من الناحية السياسية. هذا ما يؤلمنا ويضعنا في حرج شديد أمام شعبنا بصراحة. نعم. كيف الدول الإسلامية يعني تقف مع الصين في هذا الإجرام؟ هذا شيء لا نستطيع أن نفهم. نعم. المتخصص في شأن الإيغور محمود محمد، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.